لأول مرة وفي أول ظهور لها على المباشر زوجة السارق السوري محمد حسن الموسى البالغ من العمر 33 سنة مع برنامج توني خليفة على قناة الجديد، ظهرت قائلة بأن زوجها ذهب من المنزل وحاملا مسدس صوت. وأيضا بعدما قدمت لها المذيعة العديد من الأسئلة قالت: زوجي لم يسرق، وحتى لو سرق ما لقي غير منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وحتى لو سرق نانسي عجرم شو راح ينقص عليها؟ بس شو زوجك مش دخلنا؟ مذنب، ما سرق، مستحيل ما حتى لو يسرق ما قدر يسرق غير نانسي، لك وحتى لو سرقها شو كان بدي ينقص عليها؟ وكان توني خليفة قد كتب على حسابه بتويتر بأن زوجة السارق السوري تظهر لأول مرة على وسائل الإعلام للتحدث عن زوجها وعن حياته وحول اتهامه بالسرقة. وتحدثت أيضا في تسجيل صوتي قائلة أن زوجها كان ذاهبا لتلقي مبلغ ماليا من أحد الحراس لمنزل نانسي عجرم مقابل أجره، وهو عامل في حديقتها يومين بالأسبوع. وأضافت بأن زوجها لم يكن سارقا وأنه مظلوم وقتلوه ظلم. وشاركت الفنانة نانسي عجرم المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أعادت غادة عون رئيسة النيابة اللبنانية العامة فتح القضية لاستكمال الإجراءات الكاملة حول القضية بعدما انتهت عملية التشريح الطبي للشاب السوري قبل أن يتم دفنه بمشاركة عائلته، والتي طالبت المحكمة والقضاء بإنصافه. ومن ناحية أخرى انتشر فيديو لشخص يدعى الصحفي وسيم زكور قائلا بأنه من عشيرة نعيم التي يقيم فيها الشاب السوري المقتول، قائلا وموجها الكلام لنانسي: كل الدلائل والوقائع توضح وتظهر الحقيقة أنك أنت وزوجك قمتما بقتل الشاب. وكانت قد علقت إحدى الفتيات المقربات من نانسي عجرم قائلة له خلال التعليقات: من العيب أن تقوم بالخروج بفيديو مسيء لنفسك وللسوريين ولعائلة الشاب المقتول وللعشيرة التي تذكرها. فرد عليها زكور قائلا: اذهبي إلى نانسي وقولي لها انتظري الرد وانتظري الانتقام وانتظري الصقر لدماء ابن عشيرتنا. وأضاف في الفيديو رسالة موجهة إلى زوج نانسي الدكتور فادي الهاشم: اعرف مين السوريين. وهدد زوج فادي قائلا له: أنا بتحدى فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم بالخروج للشارع حتى يقوم بشراء سندوتش واحد ويعود إلى المنزل. وتحدث عن السوريين قائلا: السوريين ليسوا أشخاصا سهلين، السوريين صعبين جدا وما بيسكتوا عن حقهم. لسه بتصدقوا الفيديو اللي نشروه والكذب اللي نشروه؟ كل اللي ظهر بالمنشورات ده كذب وافتراء، وما ظهر هو تزوير فادي وزوجته وتأليف على الشاب السوري المقتول، وهو ليس لصا وإنما عاملا. بدكم تسرقوا حقه، بدكم تاكلوا حقه، نحن عشيرة نعيم، عشيرة كبيرة، اسأل عنا وراح تعرف جيدا مين احنا بنكون وكيف احنا بنرد وكيف بنسأر لأي شخص منا. إحنا ما بنسكت عن حقنا، كلكم تحت إيدينا، أما نانسي عجرم أو فادي الهاشم أو أطفالهم بحسب ما جاء على لسانه حرفيًا. وأنهى حديثه برسالة موجهة لنانسي عجرم قائلًا لها: يا نانسي عجرم، نصيحة إلك، تخرجي من بيتك وتهربي حتى ما تكوني أنت الشخص القادم، لأنه الانتقام والثأر قادم قادم، لتنفدي بحالك اهربي سريعا. وأردف قائلا بأنه سيتم دهس رأسك ودهس رأس أي كل شخص مثل حكايتك، موجها حديثه للفنانة اللبنانية نانسي عجرم. ده صحفي وسيم زكور وقضية مقتل شاب سوري. ومن ناحية أخرى نشر الإعلامي اللبناني سعيد الحريري فيديو استعرض فيه خواص المسدس الذي دافع به الدكتور فادي الهاشم زوج نانسي عجرم به عن حرمة منزله في القضية الشهيرة التي قتل فيها لصا داهم منزله في الساعات الأولى من الصباح. وقال الحريري عبر حسابه بموقع انستغرام أن المسدس الذي استخدمه فادي هو من نوع جلوك 17 ويعتبر من أقوى أنواع المسدسات، ومن ضغطة واحدة
يطلق أكثر من رصاصة، وهذا السبب هو الذي جعل فادي الهاشم يطلق هذا الكم من الرصاص على القتيل. تعالوا نشوف مع بعض المسدس بيعمل إيه بالفيديو. I didn't think you would. You don't believe that, do you? أيضا كتب الإعلامي سعد الحريري على الفيديو ده اللي هنشوفه دلوقتي: المحامي أشرف الموسوي صاحب مكتب المحاماة الذي يعمل فيه المحامي قاسم الضيقة، وهو محامي الدفاع عن محمد الموسى الذي قتل في منزل نانسي عجرم، يعترف بأن شقيق الموسى جزم له بأنه لا يعرف نانسي مسبقا ولا تربطه أي علاقة بها ولا بالمرافقين بها ولا بالخدم لديها. تعالوا نشوف الفيديو. هلا أول مرة بحكيها على الهواء. أنا منذ ساعة تقريبا دق لي حسين موسى أخوه للمقتول، فعم يستشيرني إذا أنا في إمكانية يقعد معي أو يتواصل معي أو إنه يتوكل. أكيد أنا مع احترامي لكل الدماء، يعني دماء أخوه، ومثل ما قال لي إنه مزوج وعنده ولدين وقاعدين هن بجبال، فأنا بقول أبدا، أنا بأكد على حكي ربيع. وأنا سألت حسين أخوه المقتول لمحمد، قال لي من يومين إجا على البيت وقعد معهم واختفى. أنا سألته هل هناك علاقة سابقة مع عائلة الدكتور فادي؟ جزم أنه إطلاقا لا يعرف، لا ما في علاقة أبدا أبدا أبدا، ولا حتى مع المرافقين مع نانسي ولا مع الخدم عند نانسي أبدا. نشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي قالوا فيها أنه هيدا المرحوم ابنك باجتماع مع نانسي وزوجها فادي. فيها ملامح كثير من ابني. طب فيها ملامح كثير من ابني يا انسي لو سمحت، فيها ملامح كثير من ابني، بس ما بقدر باكد لك مشان ما اصلا حدا. انا معك بس ما الواحد ببين، ما بجوز فوتوشوب عم بقول لك، ما خص الفوتوشوب، ما هي شكل وجه، يا هو يا مش هو. شكل وجه شيء 70% تقريبا من الشبه. طيب طفيناها. قبل ما اكمل مع فاطمه بس بدي اسالك، معقوله ما بتعرف صوره ابنك؟ انه معقوله ما بتعرف اذا هذا الشاب اللي بالصوره هو ابنك ولا لا؟ في شبه، انا قلت لها للانسه في شبه 70% من ابني. عم بقول لك بس ما على معقول واحد يفرق صور على ابنه بيقول لهم في شبه، وحضرتك ممكن بتضل كنت بالشرطه قبل، يعني شاغل بالشرطه والجنايات وبال ممكن على البرنامج فوتوشوب تطبق صوره مثل لك اي فوتوشوب، ما بتعرف صوره اذا هيدي صوره ابنك ولا مش صوره. ما في صوره يعني واضحه، يعني انا وقت عم طلع عليها خي عم طلع على صوره في ملامح كثيره متغيره من ابني. انا ما بقدر اقول لك هذا ابني، يعني ما بيلزم اقول لك هذا ابني، انا ما بيلزم اقول لك. معقول واحد بيفرجيك صوره بتقول له ما بعرف اذا ابني ولا لا؟ هلا انت فرجيني صوره حقيقيه، انا بقول لك هذا صورة ابني حقيقيه، هذا ابني حقيقي، هذا مو هيدا الشاب اللي عم بيقولوا انه هو ابنك ومتصور مع ناسي، هيدا ابنك؟ لا ما بتوقع، انا قلت له ما بتوقع انه يكون ابني، ما بتوقع انه عارف. ايضا نشر الصورة ديت الاعلامي سعد الحريري وكتب عليها صورة وجه مقتحم منزل نانسي عجرم وفادي الهاشم بحسب ما اظهرتها كاميرات المراقبة العامة بتقنية الاشعة تحت الحمراء الحرارية، وهذه اللقطة له قبل ان يضع اللسام على وجهه. واخيرا من حوالي ساعة اليوم 14 يناير 2020 اللي هو يوم الثلاث اليوم، كتب سعد الحريري: قررت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ختم التحقيق الأولي الجاري لدى مخفر جونيا، حيث جرى التوسع فيه بناء لطلب أهل محمد الموسى سوري الجنسية الذي قتل في منزل الفنانة نانسي عجرم بعدما دخل إليه بهدف السرقة شاهرا مسدسا على زوجها الدكتور فادي الهاشم الذي أطلق النار في اتجاهه لدى دخوله الممشى المؤدي إلى غرف النوم. ووفق معلومات مصادر قريبة من التحريق، تبين أن الممشى المؤدي لغرف نوم الأولاد لا يوجد فيه منفذ يؤدي إلى خارج المنزل، كما أظهر التفتيش في كاميرات المراقبة الخارجية لمنزل الهاشم شريطا يظهر الموسى يقف أمام المدخل الخارجي لهذا المنزل، وذلك قبل حدوث الحادث.
وبدأ في شريط الفيديو الجديد يجول في ناظره عبر محيط المنزل، كما ظهر جانب من المسدس على وسطه. ووفق المعلومات من مصادر قريبة من التحقيق أن قاصد منزل ما يفترض أن يتوجه مباشرة إلى الباب المؤدي إلى ساكنيه مباشرة في حال أراد مطالبة صاحب المنزل بمال مترتب له معه كما يشاع، لكن أقبل خلال النهار وفعل ذلك، ولا يحضر في وقت متأخر من الليل لهذا الغرض وعلى الساكت. ويدرس التحقيق ما يجري تنقله على مواقع التواصل الاجتماعي تارة بتوزيع صورة للموسى مع أصحاب المنزل تبين أنها ليس الشخص الموجود فيها، وطورا أنه ليس الشخص الذي رصدته كاميرات المراقبة خارج المنزل. وانتشر هذا الشريط على مواقع التواصل، وتبدأ للتحقيق طبقا للمعلومات أن الموسى أطلق النار أولا في اتجاه الهاشم من المسدس الذي كان يحمله، وتبين بعد الحادث أنه مسدس غلابي صوتي، وأن المسدس المستعمل من الهاشم يطلق الرصاص رافال بمجرد الدوس على الزناد، واستعمله الهاشم للمرة الأولى في الحادث. وتضيف أن التحقيق ماض في مهمته لإزالة كل فرضيات الشك، وصار الطلب إلى رفع داتا الاتصالات عن الهاتف الحيوي الخاص بالهاشم في إطار التحقق من إفادة الهاشم لجهة أنه لا يعرف الموسى ورآه للمرة الأولى ساعة حصول الحادث.